مساء الخير العائلة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير، ونتمنى ان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. غبرت عليكم، غير سمحوا لي، ولكن كاينين عندي شي ظروف. مهم، انا جت لكم تشكيله جديده، موديلات غزالين كيحمقوا شي حاجه الطب، يعني اخر ما كاين في السوق. انا كنحاول انني نجيب لكم الحصريات في القفطان، كيف كتلاحظوا، ومناسبات ديال الحلول الصيف، وكيكونوا عندنا العراسات بزاف في هذا الموسم. هذا الشيء علاش اضطريت انني نحط لكم هاد القفيطنات موديلات غزالين، اللي تقدروا انكم تلبسوهم هكا في الاعراس ديالنا، وفي الخطبه، وفي المناسبات بصفه عامه. ونتمنى انهم يعجبوكم، وملوينات غزالين كيف كتلاحظوا، مطروزين، وكاين القفيطنات بالتنبات، خدمه متقونه، خدمه باليد، خدمه ديال المعلم، يعني شي حاجه غزاله بزاف. البنات هانتوما تشوفوا لا فيديو وتحكموا بعويناتكم. هاد لا فيديو انا حطيته خصيصا الناس الدواقه والعشاقه القفطان المغربي والزي المغربي التقليدي. غادي تلاحظوا ان شاء الله من خلال هاد لا فيديو كاينين بزاف ما يتشاف، كاينين بزاف ديال الموديلات، كاينين بزاف ديال الالوان، يعني شي حاجه اللي غتعجبكم، وانا متاكده ان شاء الله. كنتمنى الى عجبتكم هاد الكوليكسيون وعجبكم المحتوى اللي كنقدم انكم تدعموني وتخليو ليا في لي كومونتير الراي ديالكم، كيهمني بزاف. وشكرا لكم بزاف، وبقاو معايا حتى نهايه لا فيديو فضلا وليس امرا. وفرجه ممتعه، ولهلا خطيكم عليا، وشكرا لكم بزاف البنات.